اتكلم لك على شخصيه مسلم البراكي. دائما من 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 مجلس 2009 ولاحظ لاحظ خطاباتك اللي توجهها دائما تقول حق مسلم لك معزه عندي. طبعا وتكررها اكثر. والحين انا اقول على الهواء انا عندي مسلم البراكي انا احبه. شو السبب يعني؟ ليش احبه؟ زاملته وشفته وعشت وياه واشتغلنا ويا بعض، احبه شخصي احبه. بس الناس مو قاعده تفرق بين الراي والعلاقه الشخصيه. انا احب حسين علي حسين احبه. علاقته وياك نفس ما انت يعني علاقتكم جيده يعني؟ طبعا يحبني مثل ما انا احبه. انا اعلن على الهواء. اوكي السؤال ليش؟ مره سمعتها ان